كان عمر موهبه في سبيل الله. السلام عليكم. يا لالا عمري مربو في سبيل الله. السلام عليكم، فيديو جديد، عواشر مبروكة وصحة فطوركم. رجعنا لكم مع فيديوهات غزالين ديال صناع الابتسامة. يلا نشوف واش وجد لنا المونتاج من فيديوهات بيان سيغ رياكسيون عليهم. ما هي الصورة التي تسمى سورة الملائكة؟ سورة الملائكة، سورة الملائكة لقب إخوة يوسف عليه السلام. اوكي، عند هذا الشيء سورة الملائكة دو أجوبة عرفته. ما عندي لا لا إله. ما عندي لا لا إله. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ المنجية. شكرا لإله. سورة الملائكة الملك. غلط. شكرا لإله. العفو. والله ما عندي علم. جات الملك بحال الملائكة. داكشي علاش قال الملك. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ ما بعرف. شكرا لإله. الكهائل يعني البقرة هي معقولة؟ غلط. شكرا كثير لإله. اهلا. سورة ياسين. غلط. شكرا لإله. اسف ما بعرف. شكرا لإله. اهلا وسهلا. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ لا اعرف. شكرا لإله. المهم هو لقوله تعالى كاين واحد الآية في واحد السورة ما بغيتش نقول سميتها تنتأكدوا، ولكن لقوله تعالى فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ما تناوت ولا تغربة. ويزيد في الخلق ما يشاء. صدق الله العظيم. هاد الآية هادي نورمالمون هي البداية نتاع الصورة اللي هي صورة فاطر، وفي الغالب هي تكون هي صورة الملائكة، حيت ما عرفتش أنا واش هي نيت صورة الملائكة، ولكن في الغالب حيت البداية الصورة بادية بهاد الطريقة هادي وتهضر على الملائكة يعني ممكن. خلاص. غلط. شكرا لإلك. لا. مريم. غلط. شكرا لإلك. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ سورة الرحمن. غلط. شكرا كثير لإلك. أهلا وسهلا فيك. الرحمن. عرفت القرآن. الرحمن. غلط. شكرا كثير لإلك. أهلا وسهلا. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ الإخلاص. الله أكبر. غلط. مالي. غلط. شكرا كثير لإلك. شكرا كثير لإلك. ما بعرف. شكرا لإلك. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ ما بعرف. شكرا لإلك. ما بعرف. شكرا لإلك. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ شكرا لإلك. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ سورة الملائكة الملك. شكرا لإلك. شكرا لإلك. غايبة عن ذهني بس بالي. كاينة هي ما كاينة. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ سورة فاطر. برافو عليك. أكيد جاست. هاي القادة وحدة فاطر. 19,000 وانتي ربحتيها معنا. تفضلي. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. شكرا. السؤال الثاني، ما هو لقب إخوة سيدنا يوسف عليه السلام؟ هذا ما عرفته. شكرا لإلك وإن شاء الله ألف مبروك يا رب. ما هي السورة التي تسمى سورة الملائكة؟ يعني على ما أعتقد لازم تكون سورة فاطر. طبعاً. برافو عليك. تأكد. نعم. نيت. عليك أكيد. جاء 26,000 وانت ربحتها معنا. خلي لي إياك شكراً كثير. تفضل. إن شاء الله ألف مبروك يا عم. خلي لي إياك شكراً. هذا السؤال الثاني؟ إيه؟ ما في مشكلة تمام. ما هو لقب إخوة سيدنا يوسف عليه السلام؟ أنا على ما أعتقد الأصباط. أصباط. ناس بعدا عارفينها. أكيد. برافو. كل شيء مذكور في القرآن ما تنجيبوش عليك. جاء 50,000 وانت ربحتها معنا. إليك كثر خيرك. شكرا كثير. مبروك. تفضل. إن شاء الله. سؤال آخر؟ إليك شكرا. الله يبارك بعمرك. شكرا. السؤال الثالث؟ إن شاء الله كمان. كم كان عدد الطيور الذي أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم أن يذبحها؟ سيدنا إبراهيم
فخذ أربعة من الطير. أربعة كتبة في القرآن إن شاء الله. أربعة طيور شلك اللي قال بالسورة الكريمة فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك، جاء 100,000 وانت ربحت معنا. عليكم شكرا، مبروك يا رب. تفضل إن شاء الله. هذه مزيان ثلاثة لك الأسئلة نشوفها. ألف مبروك. الله يسلمك شكرا. سؤال الميتين يلا. من هو الملقب بذي الأوتاد؟ أي نسي أنا والله، فاتتني على الصار ويلي لا فاتتني. مثلا فهمت الناس بحال هكا تيجاوبوا على شي اسئله صعاب صعاب جدا، انت تجي سؤال سهل جدا وتلقاه ما تيفلت عليه. وكل شيء مذكور في القران، فرعون ذي الاوتاد شوي بس ما في اجابات. ما قلت صعب ما في حقك على راسك. شكرا كثير لك وان شاء الله الف مبروك يا رب. لقب إخوة سيدنا يوسف أصوات، سورة تسمى بسورة الملائكة سورة فاطر، ملقب بذي الأوتاد فرعون. عدد الطيور التي أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبحها أربعة طيور. هنا تيسالي الفيديو، نعم مازال تيسالي هذا الفيديو، باقي نزيدكم فيديو آخر. جوج فيديوهات كلها حلقة. التي ذكر اسم الله في النبي الذي مات جوعا. النبي الذي مات جوعا هذه ثاني صعيبة. كل آية من آياتها السورة التي ذكر الله في كل آية من آياتها كتشي لك إن بلاش نتأكده. ما هي السورة التي ذكر اسم الله في كل آية من آياتها؟ اسم الله في كل آية من آياتها الحمد. غلط. شكرا لإلك. الكهف. غلط. شكرا لإلك. هي بصورة جزء تبارك بس أتذكرها ممكن. بأي آلاء رب الرحمن؟ غلط. شكرا كثير لإلك. اللهم بارك. شكرا كثير لإلك. ما عندي. شكرا لإلك. ذكر اسم الله في كل آية من آياتها. الفاتحة؟ غلط. شكرا لإلك. كل آية. سورة الحشر. غلط. شكرا لإلك. الله أعلم. فاتحة. غلط. شكرا لك. الله ما بعرف. شكرا لك. سورة الكرسي. غلط. شكرا لك. سورة ولا سورة الكرسي؟ هاي لا الله. الفاتحة. غلط. شكرا لك. سورة البقرة. غلط. شكرا لك. شكرا ليلى. شكرا. هو الله احد. غلط. شكرا ليلى. والله يا اسف ما بعرف. شكرا ليلى. البقره. غلط. شكرا ليلى. ما بعرف والله. شكرا. والله ما عندي انا بصراحه مشان ما اجاوبك جواب خطا بالدين يعني. شكرا ليلى. ما بغاش يجاوب جواب خطا. اسئله دينيه زعما. هل هذاك اللي قال لك سوره الكرسي؟ شكرا ليلى. الاخلاص. غلط. شكرا ليلى. سورة الإخلاص. غلط. شكرا لإله. الفاتحة. غلط. شكرا. قل هو الله أحد. غلط. شكرا لإله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنتم قبلت يقولوا الإخلاص وما بيدوزوها في بالهم باش يفهموها. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله كاينة الآية الأولى. الله الصمد الله تاني عاود تاني كاينة في الآية الثانية. والله تعالى صل لم يلد ولم يولد فينا يا الله في الآية الثالثة ما كيناش. ولم يكن له كفوا أحد تا هي ما كيناش الله صافي تي قبا. المهم عادي بارفوا بنادم تي غادي يحاول يخرج باش يجاوب مزروب ميم سي ما دوراش في دماغه مزيان. الله العظيم بس غلط. شكرا لإله. قل هو الله. غلط. شكرا لإله. سورة المجادلة. ما شاء الله حولك برافو عليك. جاء 26 سورة المجادلة فيها 22 آية كلهم فيهم اسم الجلالة اسم الله في الآية في كل آية. 22 آية كاين اسم الله في كل آية. إن شاء الله ألف مبروك. جاهز للسؤال الثاني؟ إن شاء الله. من هو النبي الذي مات جوعا؟ صعيبة السؤال. ما هي السورة التي ذكر اسم الله في كل آية من آياتها؟ المجادلة. ما شاء الله حولك برافو عليك. جاء
25,000 وانت ربحت معنا. ان شاء الله الف مبروك. لك شكرا كثير لك ويعطيكم الف عافيه. قلبك جاهز للسؤال الثاني؟ تفضلي. من هو النبي الذي مات جوعا؟ النبي اللي مات جوعا، هيك صعبت السؤال، بس سيدنا يونس. السلام. غلط. شكرا كثير لك وان شاء الله الف مبروك يا رب. صوت المجادله جادية طبعا، ما شاء الله حولك. جاء 26,000 وانت ربحت معنا. ان شاء الله الف مبروك. جاهز للسؤال الثاني؟ من هو النبي الذي مات جوعا؟ النبي سيدنا يونس. غلط. شكرا كثير لك وان شاء الله الف مبروك يا رب. من الصورة التي ذكر بسم الله في كل آية من آياتها اللي هي المجادلة، عرفناها لما جاوبنا عليها. النبي الذي مات جوعا ليسع، ليسع عليه السلام. ما عندناش معلومات كثيرة على سيدنا ليسع عليه السلام، دونك داكشي علاش ما عارفينش هاد اللعبة هادي، وصعيب أن شي واحد يكون عنده معلومات على سيدنا ليسع اللي فيها أنه مات جوعا صراحة. اوكي انا سي سالي فيديو ديالنا، نتلاقاو الفيديو الجاي. فيديوهات خفاف ظرف بحال هكا نتاو صناع الابتسامه، اشاك فوا نجيب لكم جوج فيديوهات ونديروا عليهم رياكسيون، وحنا باقيين في الاجواء تاع رمضان ورمضان كريم على الجميع.